السيدات والسادة، أهلا بكم. اليوم هو الثلاثاء الخامس من كانون الأول عام 2023. نبدأ بأبرز ما جاء في الصباح لهذا اليوم. إحالة 220 صيدلية وهمية إلى القضاء. المدن الجديدة تفتح آفاق الأمل لتجاوز أزمة السكن. 170 قانونا معطلا في أروقة البرلمان. التخطيط النيابية تنهي تقرير تقييم الوزارات. أما النقل، رحلات إضافية للطائر الأخضر، ومنح تراخيص لشركات التواصل. وأبرز آخر العناوين، نمو دخل الفرد يقود أسواق البصرة نحو الانتعاش. أهلا بكم في تفصيلات الأخبار. أعدت وزارة النقل خططا لتحسين جودة خدمات الشحن الجوي، إضافة إلى تخصيص رحلات إضافية على متن الناقل الوطني لعدد من القطاعات بالتزامن مع موسم أعياد رأس السنة الميلادية. وقال مدير المكتب الإعلامي للوزارة ميثم الصافي بتصريح للصباح إن وزارته أعدت خططا متكاملة لتحسين خدمات الشحن الجوي وتوسيعها لتشمل العديد من دول العالم باعتماد أحدث الوسائل التكنولوجية بهذا المجال الحيوي، بالتعاون مع جميع شركات الطيران الأقليمية والأجنبية، وتسهيل جميع الإجراءات المتعلقة بخطوات الشحن للقطاعين الحكومي والخاص. تعتزم هيئة الإعلام والاتصالات ترخيص شركات التواصل الاجتماعي وفتح فروع لها في العراق. وقال عضو مجلس المفوضين في الهيئة عبد العظيم محمد في حديث للصباح إن الهدف من هذا الإجراء تنظيم القطاع وخلق فرص عمل جديدة، مشيرا إلى أن وجود مثل هذه الشركات ينمي قدرات العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات ويفتح فرصا جديدة لهم في هذا المجال. بدوره أوضح رئيس مؤسسة أنسم للحقوق الرقمية حيدر حمزوز أن ترخيص وتنظيم أي مؤسسة إعلامية أو شركة تكنولوجية هو مطلب مهم ووسط فوضى المعلومات المضللة وانتشار خطاب الكراهية والقتل. واصل الاحتلال الصهيوني عدوانه على قطاع غزة المحاصر لما يزيد على 55 يوما، مستهدفا الأحياء والمربعات السكنية والمستشفيات، ما أسفر عن ارتقاء أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى والمفقودين. فيما كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن قوات الاحتلال عمدت إلى تقسيم قطاع غزة المنكوب إلى 2300 مربع بغرض تدميره والسيطرة عليه. في الأخبار الاقتصادية، انتعشت أسواق محافظة البصرة على حد سواء الجملة والتجزئة من أدنى مستوى قبل 10 أشهر بعد ثبات مواعيد تعزيز الحكومة رواتب الموظفين والمتقاعدين، مما أسهم بارتفاع الإقبال على متاجر البيع في وقت عزا فيه مختصون ذلك إلى التحسن في مستوى النمو في دخل الفرد. أحبتي، مقال اليوم: كيف سيكون مستقبل الحكومات المحلية المقبلة؟ الكاتب رضا المحمداوي، تقرأه الزميلة بشرى حسين، نتابع. كيف سيكون مستقبل الحكومات المحلية المقبلة؟ مقال بقلم رضا المحمداوي. تقوم عملية تحسين طبيعة الحياة العامة والارتقاء بالمستوى الحضاري للدولة والمجتمع معا داخل منطلقات ومفاهيم التخطيط العلمي على مبدأ تلبية احتياجات الحاضر المتعددة بمختلف أنواعها والاستفادة من دروس الماضي وأخذ العبرة من حالات الفشل والتلكؤ والخطوات المتعثرة. وفي ضوء ذلك يتم الشروع بالتخطيط للمستقبل، ذلك المستقبل الذي سيحل بيننا بعد حين من الزمن شئنا أم أبينا، وعليه يتوجب الاستعداد لمشكلاته ومتطلباته التي تتناسب طردياً مع احتياجات الفرد المتزايدة عبر الأجيال النامية. ويضيف الكاتب: وبطبيعة الحال إن قرار إلغاء مجالس المحافظات من قبل البرلمان العراقي عام 2020 وبقاء البقية الباقية من أعضاء تلك المجالس مشلولة وعاجزة عن الحركة طوال السنوات التالية
قد ترك فراغا دستوريا كبيرا كشف في جانب كبير منه مدى هشاشة الهيكل الإداري لتلك المجالس وحكوماتها المنتخبة، وهو الأمر الذي جعل المقار والمباني لتلك الحكومات أن تكون الهدف الأول للجماهير المحتجة في انتفاضة تشرين عام 2019. وكذلك الحال للمقار والمباني التابعة لأحزاب السلطة، إذ تم الهجوم على تلك المقار وحرقها أو هدمها كموقف معبر عن مواقف المعارضة الشعبية لمجتمعات تلك المحافظات. ويختم الكاتب هذا المقال بهذه الأسئلة: هل هناك جدوى سياسية أو تنظيمية أو إدارية من صرف هذه الأموال الطائلة؟ وهل ستنجح هذه الموازنة والجهود المبذولة في تحقيق التغيير والإصلاح المنشود؟ وإذا كان الشعار أو هدف التغيير والإصلاح لم يوضع كعنوان رئيس أو هدف مركزي لهذه الانتخابات، إذن ما الغاية من إجرائها؟ وهل يمكن اعتماد النسبة المئوية للإقبال والمشاركة الشعبية كواحد من مقاييس الفشل أو النجاح لهذه الانتخابات المرتقبة؟ أهلا بكم مجددا. في الزمان استشهد 5 عناصر على الأقل من فصيل عراقي منضو في الحشد الشعبي بضربة جوية عدها مسؤول عسكري أمريكي دفاعا عن النفس في اعتداء هو الثاني من نوعه بعد إدانة الحكومة لاستهداف مقر الحشد في جرف النصر قبل أيام. وتأتي هذه الضربة بعد اتصال بين وزير الخارجية الأمريكي ورئيس الوزراء محمد الشيع السوداني، أكد فيه الأخير رفض بغداد أي اعتداء على الأراضي العراقية. كشف البنك المركزي عن مباحثات الوفد العراقي المشترك في أنقرة التي تمخض عنها التوصل إلى صيغة اتفاق بشأن تسهيل عملية التبادل التجاري وتسديد الحوالات باليورو والليرة التركية. وقال بيان تلقته الزمان أمس إن المباحثات التي أجراها وفد عراقي مشترك من الحكومة والبنك المركزي ورابطة المصارف العراقية الخاصة والقطاع المصرفي متمثلا بعدد من المصارف الخاصة في اسطنبول استكملت وعاد إلى بغداد، وقد تكللت بالاتفاق على إجراء ترتيبات مصرفية بين المصارف العراقية ونظيراتها التركية من خلال مصارف وسيطة بما يضمن التبادل التجاري لكبار التجار والمستوردين وإجراء الحوالات وتسديدها بعملتي اليورو والليرة التركية. أثار الإنذار الذي وجهته وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة لذوي بعض المتوفين المدفونين في مقبرة الشيخ معروف الكرخي ببغداد برفع رفات الموتى موجة من ردود الأفعال الغاضبة، مطالبين الوزارة بالعدول عن قرارها. وأظهرت مقاطع فيديو تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي أهالي المتوفين وهم يجلسون بالقرب من مقابر ذويهم، والحزن يخيم على وجوههم بعد تعليق الوزارة ملصقا يطالبهم برفع الرفات خلال مدة أقصاها 15 يوما قبل إزالة القبور للمباشرة بمشروع خدمي ضمن حزمة المشاريع التي أطلقتها الحكومة لفك الاختناقات المرورية في بغداد. ونشهد الحكومة بالعدول عن هذا القرار احتراما لوصية موتاهم. أما في صحيفة الزوراء، أعلنت وزارة التربية نتائج امتحانات الدور الثالث للمرحلة الإعدادية اليوم الثلاثاء. وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد في بيان مقتضب تلقته الزوراء أن وزارة التربية ستعلن نتائج امتحانات الدور الثالث للمرحلة الإعدادية اليوم الثلاثاء الموافق 5 كانون الأول. أطلق رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني مشروعا ثقافيا وفنيا كبيرا في العراق لدعم السينما والدراما والمسرح والفن التشكيلي والأدب والكتاب وأدب الطفولة. وأعلن عن تخصيص مبلغ 13,500,000,000 دينار عراقي لتنفيذ المشروع. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته الزوراء، رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني استقبل جمعا كبيرا من نجوم الفن العراقي وممثلين عن اتحاد الأدباء وعدد من الكتاب والمثقفين.
أعلن جهاز الأمن الوطني القبض على شخصين وتاجران بشرائح الهاتف غير المسجلة في البصرة، فيما أشارت الاعتقال 83 مبتزاً إلكترونياً ساوموا ضحاياهم للحصول على مبالغ مالية مقابل عدم التشهير بهم. وذكر إعلام الجهاز في بيان تلقته الزوراء إنه استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة، تمكنت مفارزنا في محافظة البصرة من إلقاء القبض على شخصين يتاجران بشرائح الهاتف غير المسجلة، حيث استطاعت مفارزنا من تعقب هذين المتهمين والإطاحة بهما بالجرم المشهود، وضبط بحوزتهما 50 شريحة هاتف غير مسجلة تستخدم بالعادة لأغراض التهديد والابتزاز والتشهير. أما في المدى، تناول تقرير لموقع غالف تايمز الإخباري قرب انتهاء المرحلة الأولى من مشروع ربط خطوط الشبكة أو خطوط شبكة الأراق الكهربائية بمنظومة كهرباء مجلس التعاون الخليجي، وذلك بقيمة استثمارية تبلغ 228 مليون دولار، مبينا بأن ذلك سيوفر مقداره 500 ميجاوات بالساعة تقريبا من طاقة الكهرباء لمناطق جنوب العراق، وذلك بحلول نهاية عام 2024. وأشار التقرير إلى أن مشروع ربط شبكات كهرباء دول مجلس التعاون فيما بينها شهد تقدما سريعا خلال السنوات الأخيرة. أعلنت هيئة النزاهة أمس الاثنين صدور أوامر استقدام قضائية بحق 11 مسؤولا في مجلس محافظة الدين المنحل وبلدية تكريت بتهمة استغلال نفوذهم الوظيفي والتجاوز على دور مملوكة للدولة. وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقته المدى أن عملية التجاوز على العقارات الواقعة في مدينة تكريت منطقة المئة دار وإزالة الكرفانات الموجودة في تلك المنطقة المخصصة لسكن الأطباء كانت دور سكنية لأعضاء المجلس المنحل والسكن فيها. في الصحف العربية في الرأي، في صفحة خارجيات، يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات هذا الأسبوع، وفق ما أعلن الناطق باسم زعيم الكرملين يوري أوشكوف. وقال أوشكوف لصحيفة لايف الروسية ستكون هذه الزيارة عمل ومفاوضات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. كان هذا الخبر الأخير، كاريكاتير الصباح نشاهد. نعم، شكرا لكم أحبتي المشاهدين، شكرا لطيب الإصغاء والمتابعة.